بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقيا الماء، بئر المتوضأ بالسيراميك، مشروع الحياة صدقة جارية. عن الزوجة أميرة أبي كلاب أم الأخت أنس لروح وزوجها الحاج عاطف أحمد أبو كلاب أبو أنس ولروح ابنها أنس عاطف أبو كلاب رحمه الله. اللهم تقبل هذا الدعاء من طرف صاحبي. اللهم اجعله في ميزان حسناتي. اللهم اجعله صدقة جارية لصاحبي. اللهم اجعله وسيلة لدخول الجنة. اللهم اجعل نجاة من النار. اللهم انزل عليه نورا من نوره. اللهم تقبل تبرعاته وصدقاته. اللهم اسقنا جميعا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.